سلام الله عليكم مشاهدينا. في تونس سؤال المصير. تونس عند مفترق طرق، هكذا يجمع المراقبون. فهل تحديد المسار هو بيد حكومة نجلاء بودن، أم أن المشهد أكثر تعقيدا وتشعبا من أن تعالجه مخططات وقرارات تنفيذية حتى قبل أن تتسلم الحكومة الملفات الشائكة؟ تبدو الأحزاب منقسمة حيال مدى التعاون معها. إذن من أين تبدأ الحلحلة؟ وكيف يتفاعل الشارع؟ هذه الأسئلة وغيرها مشاهدينا نطرحها على ضيفينا في تونس سؤال المصير لليوم. معنا من لندن رئيس تحرير جريدة رأي اليوم الأستاذ عبد الباري عطوان، ومعنا من القاهرة الكاتب والباحث في الشؤون السياسية الأستاذ عبد الله السناوي. حيكما ضيفي العزيزين، وسأبدأ من سؤال عام أستاذ عبد الباري عطوان. تونس في الاتجاه الصحيح أم أنها فعلا أمام سؤال المصير وأمام عدة اتجاهات لا يمكن التنبؤ بها؟ أستاذ كمال، أسعد الله أوقاتك، وتحياتي أيضا للصديق العزيز الأستاذ عبد الله السناوي وإلى السيدات والسادة المشاهدين في كل أنحاء الوطن العربي. سؤال مهم جدا حقيقة. يعني أنا في تقديري تونس الآن فعلا أمام مفترق صعب جدا. هذا المفترق الصعب وهذه الأزمات المتفاقمة على كل الأصعدة دون استثناء، الاقتصادي، السياسي، الاجتماعي، يعني هناك أزمات تتوالد وتتناسخ في تونس. السبب هو 10 سنوات من الإهمال، 10 سنوات من الصراع بين الأحزاب السياسية الموجودة في تونس، وهي أحزاب تأتي وتذهب دون أن نعرف لماذا أتت وكيف ذهبت. هناك بن جعفر وحزبه انتهى، هناك أيضا حزب نداء تونس اللي كان فاز بالأغلبية الساحقة ورئيسه وصل إلى رئاسة قصر قرطاج اللي هو الباجي قائد السبسي أيضا اختفى، هناك حزب البرزوقي اختفى، هناك أحزاب كثيرة اختفت. يعني حقيقة كنا أمام انسداد غير عادي في تونس. تونس النموذج، تونس يعني القدوة الحسنة في الديمقراطية، في التسامح، في الصحة، في التعليم، في كل شيء. يعني 10 سنوات هذه دمرت تونس حقيقة. الآن تونس هناك عجز كبير، الاحتياط الأجنبي في تونس 10 مليار دولار فقط، 20 مليار دينار تونسي، 7 مليار دولار فقط. الآن في عجز كبير في الميزانية. البلد حسب بيان البنك المركزي التونسي تذهب أو ذاهبة إلى إفلاس عام، لن تستطيع دفع الرواتب، طبع الدنانير لن يحل المشكلة على الإطلاق. يعني هذه ليست وليدة اليوم، ليست وليدة التغيير الذي حصل، هذه وليدة 10 سنوات من التراكمات. حكومات فشلت فشلا ذريعا، الشعب التونسي يعاني من هذا الفشل. شفنا الناس بتموت في الشوارع بسبب الكورونا، ما فيش صحة، ما فيش مستشفيات، الناس يعني هذا الوضع يعني وضع مسيء. طبعا في أزمة كورونا لا شك لعبت دور، لكن كيف كانت تونس قبل أزمة كورونا؟ حكومات فاشلة والجميع يعني. سنقيم أستاذ عبد الباري تجربة 10 سنوات، سيما تجربة حركة النهضة كحركة إسلامية، وانطلاقا أيضا من تجارب الحركات الإسلامية في عدد من الدول، وأكيد سنستعين بالأستاذ عبد الله في تجربة مهمة حصلت في مصر. لكن أستاذ عبد الباري، ما قام به الرئيس بعد 10 سنوات من ما سميته الفشل الآن، كان أو وصفه التونسيون، كثير من التونسيين، بأنه مهم، ضروري، رحبوا فيه، اعتبروا إنقاذ. لكن ألا تعتقد بأن الرئيس حقق خطوة مهمة لكنه الآن يعني أمام سؤال المصير، بمعنى أنه وقف في منتصف الطريق؟ يا أستاذ كمال، أولا يعني علينا أن نضع في اعتبارنا الرئيس رئيس منتخب ولم يأتي إلى تونس على ظهر دبابة. هذا الرئيس حصل على 75% من أصوات التونسيين في انتخابات حرة ونزيهة، هذا أولا. ثانيا، هذا الرئيس ليس له حزب رسمي، لكنه عنده حزب غير رسمي هو الشعب التونسي. يعني كل استطلاعات الرأي في تونس تقول بأنه هو الأكثر شعبية في تونس. فهو الآن أمام، يعني كانوا يطالبوا لماذا لا يشكل حكومة، طب شكل حكومة. طيب لماذا لا يكون هناك رئيس وزراء؟ أتى بسيدة رئيسة وزراء لأول مرة في تاريخ العرب
وفي تاريخ تونس. طيب الآن لماذا لا يعني تتشكل هذه الحكومة؟ طبعا تشكيل الحكومة يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى ضمانات، يحتاج إلى اختيار، يعني عدم التسرع يعني هنا هو يعني حال المرحلة. لكن هذا لا يعني، يجب أن يكون الرئيس التونسي عنده شفافية غير عادية. أولا يجب أن يعطي هذه السيدة صلاحيات كاملة، ويجب أن يضع الثقة فيها، ويجب أيضا يعني أن يحدد الفترة الزمنية. طيب ماذا بعد تعيين رئيس الوزراء واختيار الوزراء؟ قال كم شهر؟ هل ستكون هناك انتخابات رئاسية؟ هل تكون هناك ستكون هناك انتخابات يعني برلمانية؟ هل سيكون هناك دستور جديد؟ هل سيكون النظام رئاسي؟ هل سيكون النظام يعني برلماني يعود زي ما كان في السابق؟ هذه أسئلة يجب أن يجيب عليها الرئيس التونسي، وكلما تأخر كلما ازدادت التساؤلات في الشارع. التساؤلات يعني هناك يعني صحيح عنده حزب حقيقة الآن، يعني أنا في تقديري حزب النهضة بلي بانقسامات خطيرة جدا، ونحن نعرف هذه أكثر من 150 قياديا منه استقالوا، ربما يشكلوا حزب جديد. يعني هل سيواجه حزب النهضة مثلا مصير حزب العدالة والتنمية؟ سنتحدث عن هذا أستاذ عبد الباري وسنخصص وقت. آخر شيء أستاذ كمال، آخر شيء يعني أنه إحنا كمان يعني يجب ألا نكون متسرعين. يعني تونس كانت أمام يعني على أمام خيارات صعبة جدا، على فوهة بركان. الشعب التونسي يعني يعانى ويعاني كثيرا، فيجب أن التأني والصبر والتفاف الشعب التونسي حول قيادته حتى لا يقع في أخطاء كارثية أخرى. يعني طيب هنا على تونس استهداف لتونس. نعم أستاذ عبد الله السناوي، تونس في الطريق الصحيح اليوم؟ لا، أنا أعتقد أن المسألة تحتاج إلى نقاش حقيقي وتفصيلي بعض الشيء. سؤال المصير، هل هناك سؤال حقيقي يضغط على أعصاب التونسيين اسمه سؤال المصير؟ الإجابة بالقطع نعم. لا يوجد أحد مطمئن إلى ما سوف قد يحدث غدا. الشعبية الكبيرة التي حازها الرئيس التونسي فور إعلان قراراته الاستثنائية، في تجاوز طبعا في تفسير الدستور، مش عاوز كلام، لكن نقدر نقول إن في فجوة حصلت كبيرة ما بين المشروعية الشعبية، في ترحيب كبير، في يأس من النخبة الأساسية خاصة النهضة، في ترحيب كبير بإطاحة النخبة التي المتحكمة في الأمور لمدة 10 سنين وحملت الفشل، لكن أيضا الشرعية الدستورية فيها شرخ كبير. فكان السؤال الرئيسي هو متى تلتئم الشروخ ما بين المشروعية الشعبية والشرعية الدستورية. تونس ما ينفعش تمشي كده على طول، يقدر لمدة شهر بعد 25 يوليو مد شهر تاني سابها مفتوحة، فيبقى في أول سؤال قبل سؤال المصير سؤال التوقيت إلى أي مدى. يبقى أنا بتصور أنه يبقى في حوار وطني واسع، القوى السياسية حتى المؤيدة للرئيس تشارك في مثل هذا الحوار الوطني، ما فيش مثل هذا الحوار، فهي مضطرة إلى أن تؤيد خشة عودة النهضة، لكنها في النهاية موضوعة في وضع صعب. هو الحقيقة لابد أن يبقى فيه إجابة واضحة من البداية. هو قال الرئيس التونسي قال أن هو عاوز هيعمل حكومة جديدة بعد إقالة الحكومة، أكثر الصحة مع الخط الرئاسي الجديد وخريطة الطريق. الحكومة اتأخرت حوالي 3 أشهر. هو النهاردة في تصريحات لي بيقول أنها في مدى قصير. أنا أظن الناس عاوزة ترى أمامها حكومة مخولة ولها صلاحيات. في طبعا مكسب أن في سيدة تتولى لأول مرة في العالم العربي رئاسة الحكومة، لكن يظل المكسب رهن إثبات كفاءتها في الملفات الصعبة في تونس، الصحة، الاقتصاد، التعليم. هي ملهاش خبرة سياسية سابقة، ودي قد تكون دي مشكلة حقيقية للسيدة نجلاء بودن، وجاية من الحقل الأكاديمي ومش من الحقل السياسي ولا حقل اقتصادي ولا في اختبار كبير جدا قدامها. فعلى الأقل هي محتاجة تختار الكابينة الوزارية، لابد اختيارها بدقة، مش بتأخر، نعم بس بدقة، بحيث تبقى حكومة كفاءات حقيقية
تستطيع أن تطلع بالمهام الثقيلة الموجودة. يعني هذا بالنسبة أستاذ عبد الله لواقع تونس الآن. لكن سأدخل مباشرة في موضوع حلقة اليوم تونس سؤال المصير الذي يتعلق بتقييم التجربة. أستاذ عبد الباري عطوان، ما الذي أدى بتونس إلى هذه النتيجة؟ وهنا أتحدث عن حركة النهضة بشكل محدد، حركة النهضة الإسلامية لم تشذ عن قاعدة الحركات الإسلامية التي صعدت خلال فترة ما عرف أو عشرية ما عرف بالربيع العربي، ولكنها وصعدت إلى الحكم ووصلت بالانتخابات وغيرها، لكنها لم تشذ عن القاعدة فيما سماه أو يسميه الكثيرين الفشل في الحكم، الفشل في السلطة. ما هي الأسباب رغم أن حركة النهضة حاولت أن تتباين مع كثير من الحركات الإسلامية سيما الإخوان المسلمين في مصر؟ لا، حركة النهضة كانت حقيقة تجربة متميزة، يعني هي وصلت إلى الحكم أو إلى الأغلبية في البرلمان، وبرلمان نزيه وبرلمان حقيقي منتخب في أجواء شفافة، يعني وصلت إلى الحكم بسبب شعبيتها، كان عندها شعبية كبيرة جدا، واستطاعت هي أن تترجم هذه الشعبية إلى نفوذ سياسي. المشكلة الكبرى في يعني في وجهة نظري فيما يتعلق بحزب النهضة، أنه يعني حطت وزراء ورؤساء وزراء لا يملكوا الخدمة أو الخبرة على الإطلاق. يعني الأستاذ عبد الله السناوي بيقول أنه مثلا اللي هي رئيس الوزراء الجديدة اللي هي نجلاء بودن يعني لا تملك خبرة. حتى حزب النهضة اتهموا أنه الرئيس قيس سعيد لا يملك أي خبرة في الحكم. طيب ما هو على العريض رئيس وزراء تونس اللي عينته النهضة ومن النهضة لم يكن عنده خبرة في الحكم. كمان نفس الشيء حماد الجبالي اللي عينته النهضة أيضا وهو أحد أعضائها البارزين وأحد أعضاء مكتبها السياسي كرئيس وزراء لم يكن له أي خبرة في الحكم، وكان كانوا الاثنين خلف القضبان في السجن ل 17 سنة أو 18 سنة لا أعرف بالضبط. فهذه هي مشكلة، أنه في فترة ما بعد الربيع العربي، ما بعد هذه الانتخابات النزيهة، يعني لم تتمكن حزب النهضة بعد أن يعني كان هو الحزب الرئيسي والحزب الجامع في الحكم، لم يستطع أن يختار يعني حكومة حقيقية أو رؤساء وزراء تنفيذيين يملكون الخبرة، وكان هناك في تونس العشرات منهم، يعني لم يحدث هذا على الإطلاق. حتى الوزراء عندما تتهرب حركة النهضة من المسؤولية، لا هنتو 10 سنوات كانت يعني هي التي تعطي الثقة في البرلمان في الحكومات والرؤساء الوزراء. فأنا في تقديري هذا من أبرز الأخطاء اللي وقعت فيها حركة النهضة. كمان لم يستعينوا بأي شكل من الأشكال مع من الأحزاب الأخرى أو الكفاءات من هذه الأحزاب، ويكون هؤلاء في أيضا الحكومات المتعاقبة على مدى 10 سنوات. الأمر الآخر والأساسي هو أنه البرلمان، التجربة البرلمانية، يعني فجأة تونس طول عمرها عندها تجربة رئاسية، حكم رئاسي وليس حكم برلماني. حكم البرلماني في دولة زي بريطانيا، والشيخ راشد الغنوشي يعني اقتدى بالتجربة البريطانية، الديمقراطية البريطانية عمرها 400 أو 500 سنة، يعني البرلمان البريطاني هو أقدم برلمان في العالم بأسره. طيب هل وصلوا إلى الحكم البرلماني أو إلى البرلمان يعني بعد تجارب كثيرة وبعد لا، فإنه يأتي النظام البرلماني فجأة إلى تونس يعني بدون وعي، بدون معرفة حقيقية بهذه التجربة وكيفية تطبيقها، كمان هذا من الأسباب التي خلقت مشاكل كبيرة جدا سواء لحزب النهضة أو لتونس نفسها. فلذلك يعني هذا عدم الخبرة وعدم المعرفة وعدم التعاون، يعني هو حقيقة في تجربة رائعة في تونس وفي العمل السياسي التونسي، هي تجربة الباجي قائد السبسي. لماذا كانت تجربة رائدة؟ أولا لأن الباجي قائد السبسي كان يصر على المجتمع المدني، وكان وزيرا للخارجية، وكان وزيرا للداخلية، ونائبا لرئيس الوزراء، وعمل مع بورقيبة، ويعرف الدولة التونسية، يعرف كيف تدار الدولة التونسية. لذلك كانت فترة
فترة حكمه فترة يعني حقيقة من يعني لقط الضوء في العشر سنوات الأخيرة، رغم أنه يعني كان نظام رئاسي لكنه استطاع أن يتعايش. طيب هنا أستاذ عبد الباري، وأعود مع الأستاذ عبد الله السناوي إلى تقييم التجربة. أستاذ عبد الله السناوي، إذا ما أردنا تقييم تجربة حركة النهضة في الحكم، حركة النهضة قيل عندما أطيح بالإخوان المسلمين من السلطة في مصر، قيل بأن حركة النهضة استفادت من أخطاء حركة الإخوان المسلمين في مصر وحاولت تجنبها عبر الجنوح إلى المشاركة السياسية، إلى عدم تصدر المشهد أو الاستحواذ على السلطة بشكل كامل، إلى الميل إلى الاعتدال، حتى أنه راشد الغنوشي سمى أعضاء حركة النهضة بالإسلاميين ديمقراطيين وليسوا الإخوان المسلمين. نعم يعني أنا بعتقد أن في أوجه خلل كثيرة جدا. الشيخ راشد بحكم وجوده في فترة طويلة جدا في لندن هو انفتح على المجتمع البريطاني وعلى القوى السياسية الأخرى، وبالتالي أعطى رسالة يعني كبيرة جدا أن هو بحكم الاحتكاك ممكن يكون أكثر ديمقراطية وأكثر انفتاحا، وممكن يعمل تجديد في المشروع الإسلامي. في مشكلة حقيقية في ما يسمى المشروع الإسلامي، يبدو أنه بيستعصي موضوعيا وجوهريا على فكرة الديمقراطية، فبعد شوية تحصل مشكلة بتحصل وتتراكم. يعني على سبيل المثال، فكرة الانفتاح والمشاركة ليست فكرة أصيلة، فكرة المغالبة هي الفكرة الأكثر أصالة، أو التمكين بصياغة أخرى حسب أدبياتهم هي الأساس. إذا ما توفرت ده بظروف فبيختلفوا على طول والسلوك يختلف. حصل ذلك في مصر، في فكرة هنا في مصر اتقال كلام قريب من كلام الشيخ راشد في الأول، الانفتاح على القوى السياسية الأخرى، احنا مش هننزل رغم الشعبية اللي كانت لهم وقتها، مش هناخد البرلمان لوحدنا، هنعمل قوائم مشتركة، اللجان في مجلس الشعب أو المجلس النيابي مش هنحتكرها، رئاسة الجمهورية مش هننزلها، في حاجات كتير. كل هذه الوعود أول ما بيتبدى ليهم إن في فرصة للإنقضاض، في دعم دولي أو ضغط دولي من أجل تمكينهم، أو يستشعروا بالقوة، بيحصل نوع من أنواع انفلات الأعصاب. وعندهم فكرة كانت واضحة جدا، كانوا بيقولوا، وده موجود طبعا في تونس كمان، كانوا بيقولوا إحنا بقالنا 60-70 سنة ما خدناش أي مناصب في الدولة، ما حدش فينا بقى سفير، ما حدش فينا داخل الخارجية، ما حدش فينا داخل الجيش، ما حدش فينا داخل الشرطة، وبالتالي أصبح الهم الرئيسي ليس هو تأسيس دولة بقدر ما هو التكويش على الدولة. يعني ده حصل في تونس نفس الحكاية، أنا يعني في مصر بس حصل في تونس، هم برك يعني لحقوا ومستبعدين، فإذا أول ما تبدت احتمالات أنهم يمسكوا فبيمشوا إلى آخر المدى دون تأمل للعواقب. هو بمنتهى البساطة زي ما حصل في مصر، نجحوا في فترة الهيئة أطول شوية، ونحن شوية عن الإخوة في مصر، في استعداء كل القوى السياسية والمدنية. كل القوى السياسية، ما مين اللي طلع في تونس يهلل ويحتفل؟ لكن هنا أستاذ عبد الله، هنا أستاذ عبد الله، هم فشلوا، وهذا سؤال أيضا قيل في مصر في حين، وقيل في أكثر من دولة، هم فشلوا أم أفشلوا؟ يعني هل هناك قوى داخلية أو خارجية عملت على إفشال هذه التجربة في الحكم، أم هم أم الفشل ذاتي نابع؟ أسهل حاجة عندما تطرد من الحكم بعد سنة أو بعد التحكم في مفاصل الدولة والوزارات والحكومات 10 سنين في تونس، أسرع حاجة نظرية المؤامرة، دون أن تدري أو دون أن تكون مستعدا لتحميل نفسك مسؤولية ما جرى. ليه الجماهير التونسية خرجت مبتهجة؟ يعني كما لو كانوا هم ثقيل وقد جرت إزاحته، لأن التعالي، عدم الكفاءة في إدارة دولاب الدولة، تفاقم المشاكل، الدخول في المعارك الصغيرة دون وضع الاعتبار للمصالح العليا للشعب الاقتصادية والسياسية والصحية، وإذا ما تعاوز في فشل كبير، استمرار الفشل. فيعني أنا أظن
يعني أنا قلت تعبير على الإخوان أيام كانوا في الحكم، قلت دولة الهواة كما قال العنوان ده، دولة الهواة. أنت شو تدير دولة كبيرة زي مصر بالطريقة اللي كانت بتدار بيها وقتها يعني؟ ولا تونس أيضا دولة عريقة يعني، تونس مش دولة صغيرة، مش ممكن تديرها بمنطق الاستحواذ والدخول في المعارك الصغيرة واحدة أسرى أخرى، حتى أنت كفرت التونسي العادي من النخبة السياسية كلها. طيب هنا سعيد أن يؤيد وتظاهر ويبدأ ابتهاجه بما حدث. طيب سنكمل أستاذ عبد الله إذا سمحت لي السناوي، أستاذ عبد الباري عطوان، في تقييم هذه التجربة والحديث أيضا عن التأثيرات الخارجية فيما بعد، ربما بعد الفاصل نتحدث عن التأثيرات الخارجية فيما يجري حاليا في تونس، لكن سأتوقف عندما قالته الصحافة المحلية في تونس عن ما يجري حاليا في تونس، بانتظار ما ستؤول إليه الأمور في تونس. يتعاطى مشاهدين الإعلام المحلي مع الأزمة من باب التحليل والترجيح. نبدأ من صحيفة الصحافة ومقال لمراد علالة تحت عنوان التطاول على السيادة الوطنية مسؤولية مشتركة. الكاتب لفت إلى أن طيفا واسعا من التونسيين صب غضبه على الولايات المتحدة بعد كلام وزير الخارجية الأمريكي عن قلق إزاء تجاوزات طالت حرية التعبير، لكن الإدارة الأمريكية تظل أبعد من أن تعطي الدروس. الكاتب رأى أيضا أن إطالة أمد الأزمة واستمرار الغموض بخصوص كيفية حلحلتها يفتحان باب التطاول على السيادة الوطنية ويوفر الفرصة للتدخل الخارجي وإعطاء الدروس وإملاء الشروط. عن مستقبل تونس تحدث موقع لابريس التونسي، رأى أن البلاد بحاجة ماسة لكل المهارات بما فيها تلك التي كانت موجودة قبل الثورة وتميزت بمعرفتها ومصداقيتها على الساحة الدولية. الموقع كتب أن الاستجابة للمتطلبات الجديدة تتطلب اتخاذ قرارات شجاعة وتضع المهنية قبل كل الاعتبارات السياسية أو الحزبية. عن السياسة العمومية للرئيس قيس سعيد تحدثت صحيفة المغرب. المقال رأى أنه من 25 من تموز يوليو كل خطاب يصدر عن رئيس الجمهورية يفرض نفسه حدثا سياسيا رئيسيا، فما قبل ذلك التاريخ ليس كما أصبح بعده. خطابات سعيد باتت إعلانا عن الخطوط العريضة للسياسات العمومية التي سوف تتبع في البلاد. هذا أبرز ربما ما جاء في الصحافة المحلية. اسمح لي أكمل معك أستاذ عبد الله وأستاذ عبد الباري أيضا، وتسمح لي أستاذ عبد الباري أسمع رأيك في التجربة. بالمناسبة أستاذ عبد الباري، حول مسألة فشلوا أو أفشلوا، السردية للحركات الإسلامية التي وصلت إلى السلطة وخرجت منها سريعا تقول بأنهم جاءوا بالصندوق ولكنهم لم يرحلوا عبر ذلك الصندوق، هذا صحيح؟ أستاذ كمال، يعني ربما يعني المقارنة بين ما حصل في مصر وما حصل في تونس يعني ليس لها أي أساس على الإطلاق، مقارنة بسيطة جدا. يعني الحكم الإسلاميين في مصر استغرق سنة واحدة، وشفنا هناك يعني تغييرات كبيرة حصلت بعد ذلك، اللي هي نزول الناس للشوارع، تدخل الجيش في الأزمة. في تونس لا، لم يحصل أي تدخل إطلاقا في هذه التجربة، أعطيت 10 سنوات حتى تثبت نفسها وتنجح. كانت هذه حكم برلماني الشيخ راشد الغنوشي، الكتلة الأكبر في هذا البرلمان يعني قال بأنه لن يتولى أي منصب وزاري، تولى اللي هو رئاسة البرلمان. البرلمان فشل فشلا ذريعا، يعني هذا البرلمان في كل الدول يجب أن يكون يعني المحاسب للأداء الحكومي، هو الذي يراقب الحكومة، هو الذي يحرص على نجاح الحكومة ويقومها ويقوم رئيس الوزراء. هذا الدور للبرلمان لم يحدث على الإطلاق، بالعكس يعني كان هناك انحياز لحكومات معينة، وحصل انسداد سياسي كامل في تونس، خلى الشارع التونسي ينقلب على البرلمان وعلى التجربة البرلمانية وعلى التجربة الديمقراطية، وأصبح يبحث عن الخلاص بأي طريقة. بالنسبة لما تفضلت في الولايات المتحدة الأمريكية يا أستاذ كمال، يعني طيب يعني صبرت تونس 10 سنوات على الفترة الماضية حكم الإسلام السياسي في تونس وبعض الأحزاب الأخرى، طيب وحزب النداء تونس طبعا كمان، فيعني 10 سنوات. طيب يا أخي قيس سعيد ملوش 2 شهر في الحكم، يعني قراراته الاستثنائية فقط 2، طيب استنوا شوي، يعني خلينا نشوف إيش بده يعمل هذا الرجل.
يعني اعطوه فرصه. طيب احنا طب ما هو البديل؟ يعني اي ما هو البديل الان على الرئيس قيس سعيد؟ هل البديل حزب النهضه المنشق مثلا نفسه؟ هل البديل هو حزب قلب تونس المتهم بالفساد ورئيسه الان مسجون في الجزائر حاول ان يهرب من البلد؟ يعني من هو البديل؟ يعني يجب ان يكون هناك بدائل، وهذه البدائل واضحه ومقبوله من الشعب التونسي. يعني الشعب هو مصدر كل السلطات، هذا هي كل دساتير العالم تنص بان الشعب هو بس مصدر عبر كل عبر السلطات. الانتخابات استاذ عبد الباري عبر الصندوق. نعم عبر الصندوق. طيب ما هو الرئيس قيس سعيد جاء الى الحكم عبر الصندوق، ما جاش عبر الدبابات. وبعدين كمان الان هو مطالب بان كمان بانتخابات برلمانيه وانتخابات رئاسيه، اما ان تجدد شرعيته كويس وتعطيه يعني زخم اكبر، او انه كمان انها تضحي فيه. لكن هناك تطلع تصدر اقوال بانه يجب ان يستقيل الرئيس قيس سعيد ويجب ان يستقيل اللي هو الشيخ راشد الغنوشي. طب ومين يجي؟ طب كيف يعني؟ طب هذا عنده طب حق. استاذ عبد الباري، استاذ عبد الباري في هذه المنافسه الانتخابيه اريد ان اعود استاذ عبد الباري اسمح لي اعود بك للاسلاميين. نعم. للاسلاميين موضوع حركه النهضه او حركه الاخوان المسلمين في مصر او حتى في ليبيا، سيطروا فتره من الفترات ايضا في ليبيا، في المغرب ايضا حزب التنميه والعداله في المغرب الذي كانت نتائج الانتخابات صادمه للحكومة هناك. أستاذ عبد الباري، هناك رأي يقول بأن المسألة تتعلق بالقرار الدولي، في قرار دولي بإنهاء الفترة أو سيطرة الإسلام السياسي على كثير من الدول. المرحلة انتهت والقرار اتخذ بأنه هؤلاء خلاص انتهى دورهم فليذهب، ولذلك رأينا الإطاحة بالنهضة في تونس والتنمية والعدالة في المغرب وإلى آخره. هل تعتقد بأنه ما جرى في تونس ينضم لقائمة أو الرأي القائل بأنه القرار سياسي ودولي؟ القرار سياسي ولكنه ليس دوليا على الإطلاق، بالعكس. يعني حكم الإخوان المسلمين في مصر كان يحظى بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية باعتباره يعني حكم ديمقراطي في نظرهم. يعني حزب العدالة والتنمية فاز بدورتين انتخابيتين 10 سنوات في الحكم، لكنه فشل ذريع. فالشعب المغربي عاقبه بعد أن كان الحزب الذي يحظى بالمرتبة الأولى في المغرب أصبح ترتيبه رقم 8، لأنه هذه العامين من الحكم فشلت. يعني البطالة زادت، الوضع الاقتصادي تأزم، يعني مكانة المغرب تدهورت. والأكثر من ذلك أنه حزب العدالة والتنمية ارتكب خطيئة التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. يعني أنت حزب إسلامي وتوقع اتفاقيات التوقيع وتستقبل المسؤولين الإسرائيليين، وأنت كنت دائما في المؤتمرات الخاصة، مؤتمرات الحزبية، وأنا كنت أشارك فيها كمتحدث في أكثر من حزب، كنت تصر على زوال دولة الاحتلال الإسرائيلي. الآن أنت طبعا نفس الشيء في ليبيا. في ليبيا حصل أنه هذا الإخوان المسلمين أو الإسلام السياسي حكم ليبيا 10 سنوات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. طب ماذا حصل في ليبيا؟ ليبيا أصبحت فوضى شاملة، الاقتصاد الليبي انهار بالكامل، أكثر من يعني 70 مليار دولار أو 100 مليار دولار نهبت من رصد ليبيا من الشعب الليبي. هذا الشعب اللي عنده نفط وعدده 7 مليون وبيدخل عليه سنويا يعني أكثر من 60 مليار دولار، أصبح جعان ومنقسم. يعني معظم أبناء ليبيا هربوا لدول الجوار إلى تونس وإلى مصر. فإذا هاي 3 أمثلة أساسية، يعني من أطاح أو سيطيح بالإسلام السياسي هو أولا الإسلام السياسي نفسه، لأنهم لم يجروا أو لم يقوموا بالمراجعات اللازمة التي تصحح المسيرة على الإطلاق. يعني ربما في السجون في مصر عملوا مراجعات، ربما في تونس عملوا مراجعات، يعني والآن انشقوا عن الحزب، لكن القيادة الحركة الإسلامية يعني لم تجري هذه المراجعات على الإطلاق، وحافظت عليها وعلى رموزها نفس الرموز القديمة، وهذا هو يعني مصدر الخطر. لا أنا لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية أو الغرب هو الذي تدخل وهو الذي أفشل هذه التجربة. هذا الفشل جاء من الداخل بالدرجة الأولى، ويجب أن نكون صريحين، ويجب أن لا ينظروا إلينا
بالعداء لأنه إحنا نصارحهم. يعني سمير ديلو لما انتقد حزب النهضة وقال بأنه هذه القيادة يجب كان أن ترحل من زمان، يعني لم يكن مثلا يعني ليبرالي ولم يكن علماني، كان من داخل من قيادات حزب النهضة، من قيادة حركة النهضة. نعم. طيب هنا أستاذ عبد الله السناوي، عندما تحدث عن انتخابات المغرب وخسارة الحزب الإسلامي الإخواني في المغرب للانتخابات بنتيجة وصفت بالمذلة، بالمناسبة وهذا يحتاج إلى تفسير أستاذ عبد الله، الإخوان المسلمين في مصر في أول انتخابات حققوا نتائج كبيرة، لكن في الانتخابات التي جرت لاحقا بدأت تتراجع. أيضا حركة النهضة في انتخابات أول انتخابات بعد الثورة التونسية حققوا نتائج كبيرة، لكن في 2014 تم يعني تراجعت نسبة التأييد أو نسبة التصويت لهم. يعني بمعنى كلما مع السنوات بعد ما عرف بعد الثورات، مع السنوات بدأت تتراجع شعبية الحركات الإسلامية حتى في صناديق الاقتراع وحتى مع وصولهم إلى السلطة أو مشاركتهم فيها، إلا أنه لم يحققوا النتائج التي حققوها في أول انتخابات جرت بعد الثورات. التفسير؟ نعم، لم يثبتوا جدارة الحكم أو الكفاءة أو القدرة على إدارة السياسة العامة لمصر لتونس في المغرب، وفي ازدواجية في الخطاب. أدي مثال، في مصر في حاجات حصلت على شكل ما تكررت في المغرب برضك. يعني الرئيس السابق محمد مرسي بعت رسالة لبريز في حين ووقته وهو رئيس، قالوا صديقي العزيز شيمون بريز، دي كانت صدمة كبيرة لأنها بتتناقض تماما مع مجمل الخطاب اللي كان هو نفسه بيعمله لما كان المسؤول السياسي لحركة الإخوان المسلمين وعضو في مجلس النيابي. ف يعني من العداء إلى صديق العزيز كان دي صدمة كبيرة. المغرب أيضا نفس الكلام، أنت بتتكلم زي ما قال الأستاذ التي عباري، أنت بتتكلم على العداء التاريخي مع المغرب وبتاخد موقف راديكالي، فإذا بك أنت بتطبح وببجاحة الحقيقة، وبالتالي المصداقية انكسرت، مش لأنه بيطبح، لأنه كان بيتبنى شعارات وأهداف وسياسات جذرية مختلفة وما قالش لحد في المغرب ولا برا المغرب لماذا كان ضد التطبيع ولماذا يهرول الآن للتطبيع. ده حصل، ده كسر المصداقية. هل كان في عليهم ضغوط؟ فكيف يستجيبوا لضغوط في مسائل مبدئية تتعلق بشخصية الحزب؟ واضح أن هنا قدام البراجماتية السياسية الانتهازية في الحقيقة الأمر، يعني اتكررت في أكثر من بلد عربي، دمرت الصورة العامة، بالإضافة طبعا إلى الفشل في إدارة الدولة في الاقتصاد والصحة، ومش مقنعين. فهل يعني أنت بتتكلم على أن في دول تحركت وضغطت لإنهاء مرحلة أو حقبة الإخوان المسلمين؟ اللي أنا أعرفه واللي أنا متأكد منه أن الإخوان المسلمين هم الذين أسقطوا أنفسهم بأنفسهم، هم الذين ساعدوا مجتمعاتهم عليهم، هم الذين تنكروا للشعارات والأهداف. وبيرجع تاني، لو أنت بتتابع الخطاب الإخواني الآن بيتكلم طول الوقت عن ثورة يناير وما سألش نفسه سؤال، من الذي عصف بثورة يناير؟ من الذي تنكر لثورة يناير وللديمقراطية كمان؟ يعني بمعنى، وابتدى يستخدم العنف والضرب ضد اللي بيختلفوا معهم في الاراء لما كانوا حلفاء سابقين. فانت هنا عدم مثل هذا الكلام حدث في تونس اعتقد بشكل او اخر، وتمشي ممكن يقول لنا امثله اكثر. لكن هذا الكلام هو الذي اسقط تجربتهم في المغرب، في مصر، في ليبيا، في تونس بطبيعه الحال. طيب. فانا الوضع يعني، لكن الحقيقه السؤال الرئيسي حتى لا يفلت منا سؤال المصير. نعم. أنا أخشى إن على الوضع الحالي في تونس إذا ما طالت أمد الإجراءات الاستثنائية، إن الخطاب المستحدث اللي هو بالدفاع عن الشرعية والدفاع عن الثورة هيبتدي يستقطب قطاعات من الجمهور، هيبتدي يبدو إنه هو منطقي ويكتسب تماسكه. ما حدش مصدقه لأن التجربة بريرة، لكن لو أنت ما بتقدمش بديل واضح، أنا ما أعرفش إيه المشكلة
واضح من اول يوم من 25 يوليو. ايه المشكله؟ يبقى في خريطه طريق والاتحاد الشغلي يبقى موجود فيه والقوى الاساسيه موجوده واتعدل الدستور، في مشكله دستوريه طبعا، اتعدل الدستور وكان عندك قبول شعبي واسع، تدي صلاحيات رئاسيه يعني هتلغي طبيعه يعني هذه مرحله الغموض استاذ عبد الله السناوي هي ما تثير تساؤلات وتململ حتى في معسكر المؤيد للرئيس قيس سعيد. وقد تنقلب على عكس الشعبيه تتاكل، فانت محتاج سوف اتحدث عن ذلك استاذ عبد الله إذا سمحت لي، وعن مستقبل تونس كما تراه أستاذ عبد الله وأستاذ عبد الباري كذلك، المستقبل المقبل والمآلات، لكن بعد فاصل قصير. تحية من جديد مشاهدينا في تونس. سؤال المصير نتحدث فيها عن تجربة حركة النهضة في الحكم، تجربة الإسلام السياسي عموما وانعكاسه والتجربة خلال فترة حكم النهضة في تونس، وكذلك في هذا الجزء مشاهدينا سوف نتحدث عن التأثيرات الخارجية فيما حصل في تونس. أستاذ عبد الباري عطوان أعود أرحب بك، والأستاذ عبد الله السناوي أيضا من القاهرة. ألا تعتقد أستاذ عبد الباري عطوان أن ما يجري في تونس وما جرى في 25 جويلية يعكس صراع محاور إقليمي ودولي؟ أستاذ كمال، أولا بس يعني عندي تعقيب بسيط فضل. على ما تفضل به الأستاذ عبد الله السناوي على قصة الإخوان والخطاب المتناقض. يعني أنت تعرف أنا عملت كتابين وباللغة الإنجليزية، واحد عن القاعدة وواحد عن الدولة الإسلامية والتوحش وغير ذلك. المهم في ياس أستاذ كمال والأستاذ عبد الله، في شيء أساسي يعني أنا سألت بن لادن عندما التقيت، قلت يا أخي لماذا لا تركزوا على القضية الفلسطينية؟ يا أخي لماذا لا تركزوا على الاحتلال الإسرائيلي؟ ونفس الشيء عندما أجريت أبحاثي عن حساب الإسلاميك ستيت ديجيتال كاليفيت الدولة الإسلامية، كمان سألت الرموز يعني التقيت فيها سرا وقلنا لهم يا أخي ليش ما تركزوا على الاحتلال الإسرائيلي، القضية المركزية الجوهرية. يا سيدي أزيدك من الشعربي، طيب يا أخي منصور عباس هذا الآن اللي هو دخل في تحالف مع حكومة بنت العنصرية الإسرائيلية الاستيطانية، طيب يعني ما سمعت حقيقة إدانة قوية من حركة النهضة، ما سمعت إدانة قوية حتى من حماس، ما سمعت إدانة قوية لهذا الشخص اللي الآن الحكومة الإسرائيلية تقف على صوت واحد من أصواته الأربعة في البرلمان. يعني طيب تريد أن تقول أستاذ عبد الباري أنه حركات الإسلامية أو حركات الإسلام السياسي في العالم العربي تتخذ من القضية الفلسطينية يعني عنوان؟ طبعا مش عنوان، بوصلة يا أستاذ كمال، لازم تكون بوصلتها فلسطين. هذا لما يكون منصور عباس يعني هو الذي يدخل لأول مرة في تاريخ الشعب الفلسطيني حزب إسلامي يدخل في تحالف مع الحكومة الإسرائيلية وكون هو الذي يبقي هذه الحكومة في السلطة، طب يا أخي طب في أكبر من التعاون مع الاحتلال؟ طب احنا بنعيد بالدين رئيس محمود عباس، ننتقد بالتنسيق الأمني، طب يا أخي ما سمعنا انتقادات قوية لمنصور عباس اللي خلى اللي هو هذا الحكومة الإسرائيلية تستمر على صوت واحد فقط، لما سمعنا إدانات قوية من النهضة لحزب العدالة والتنمية في المغرب لما وقع اتفاق عضو قانون تجريم التطبيع أيضا أستاذ عبد الباري عطوان، أثار كثير من التساؤل لوقوف حركة النهضة ضد تشريع أو إقرار تشريع قانون تجريم التطبيع في تونس، أيضا هذا أثار كثير من علامات الاستفهام حول موقف الحركة من القضية الفلسطينية. يعني احنا بدنا هؤلاء الناس يعني حقيقة هاي الأحزاب الإسلامية السياسية يعني يكون عندها موقف واضح، يكون عندها موقف صريح. يعني كيف الرئيس جمال عبد الناصر، بالمناسبة يعني الرئيس جمال عبد الناصر لما جاء إلى الحكم ما كان عنده خبرة سياسية على الإطلاق، لكن كان عنده نوايا حسنة قوية جدا،
يعني كان يريد التغيير بكل شكل من الأشكال، لم يأتي إلى الحكم عبر صندوق الاقتراع، أجا إلى الحكم عبر الترحيب الشعبي، عبر الشرعية الشعبية. هذه أنا التقيت الرئيس قيس سعيد، يعني طبعا عندي تحفظات على بعض الإجراءات، بلا شك أنا أؤمن بأن صندوق الاقتراع هو الأساس وهو الحكم. أنا يمكن من الصحفيين العرب القلائل وربما الوحيد اللي حظيت باللقاء فيه وفي قصر طرطاج بعد 4 أيام من دخوله لهذا الحكم. يعني الرجل ليس فاسدا، الرجل حقيقة مثقف على درجة عالية بالثقافة، الرجل عنده نوايا طيبة، وهذا كله ويريد التغيير ويريد محاربة الفساد. وأول تكليف للسيدة نجلاء بودن كلفها بالتنمية وبالاقتصاد واللي هو محاربة الفساد في تونس. يا أخي طيب خلينا نعطيه فرصة، مش لازم احنا نكسر. لكن استاذ عبد الباري، لا اريد ان اطيل استاذ عبد الله، لكن استاذ عبد الباري، الا تعتقد بانه الرئيس قيس سعيد، كنا نتحدث عن ازدواجية الخطاب وان الحركات الإسلامية عندما تصل الى السلطة موضوع فلسطين يصبح هامشيا، وتحدث استاذ عبد الله عن رسالة الرئيس الراحل مرسي وغير ذلك، لكن استاذ عبد الباري، قيس سعيد الم يمارس ذات الشيء؟ هو الذي كانت حملته الانتخابية قائمة على تجريم التطبيع والتطبيع خيانة وقضية فلسطين، وبعد ذلك عندما أصبح رئيس الجمهورية قال تعليقا على التطبيع بين الإمارات وإسرائيل أنه هذا شأن داخلي للإمارات. واليوم كثيرون في تونس يقولون نتحدى أن يتحدث قيس سعيد عن التطبيع الآن. يا سيدي طبعا أنا أتمنى أن يخرج الرئيس قيس سعيد ويدين التطبيع، ويدين التطبيع المغربي والتطبيع الإماراتي والتطبيع البحريني والتطبيع المصري وكل الدول المطبعة، أتمنى ذلك حقيقة. يعني أنا والله عندما التقيته يعني قال إنه هذا التطبيع خيانة، وقال لي شخصيا وكتبته وتحدثت فيه على القنوات التلفزيونية وعلى اليوتيوب، يعني قال إنه هذا التطبيع خيانة وانه انا مع الشعب الفلسطيني يعني حتى الموت. وهذه يعني رساله حملها لكل الاشقاء الفلسطينيين وخاصه في غزه اللي كانت تقاتل في ذلك الوقت عدوان اسرائيلي، انه احنا معكم وتونس معكم. لكن يا اخي طيب يعني انا لا اعرف ايش ظروفه، يعني انا لا اعرف، لكن قل لي بالله طيب ما هيك يعني، طب هل ادانا من الدول العربيه ادانت هذا التطبيع الامارات مثلا؟ من ادانا تطبيع قطر؟ من ادانا تطبيع البحرين؟ من أدانا يا سيدي تطبيع المغرب؟ وريني كمان، يعني خلينا نكون كمان يعني واضحين، إذا أردنا أن نتصيد طبعا يعني هناك الكثير من الأخطاء اللي ممكن إحنا نتوقف عند الرئيس قيس سعيد. لكن الرجل يا أخي شهرين وعنده يعني أصبح يحكم دولة، هذه الدولة منهارة اقتصاديا، منهارة سياسيا، يعني عندها مشاكل لها ليس لها أول ولا آخر. لن يستطيع بعد شهرين أن يدفع رواتب الحكومة أو رواتب الموظفين في الدولة. طيب يعني إحنا المسألة فيه هناك أولويات، أنا لا أبرر هنا، يجب أن يدين التطبيع ويقولها بصوت عالي. لكن كمان يعني إذا إحنا أردنا أن نبحث عن المثال على الأخطاء كثيرة، فهي كثيرة الأخطاء. واضح. هذا ما قصدت. واضح. أستاذ عبد الله السناوي، اسمح لي أن أشاركك في هذا الحوار، وأيضا يعني سأعود إلى سؤالي أيضا المتعلق ب إن كان ما يجري في تونس يعكس بشكل أو بآخر صراع محاور أيضا في المنطقة. يعني صراعات المحاور موجودة طبعا بشكل أو آخر، تعبيرك هي موجودة، وأنت ساعات في بعض التغطيات الفضائية بتحس الانحيازات للاعبين بعينهم لمحور يعني بعينه، يعني موجود هذا الكلام بشكل او اخر، وبتلاقي بتجد انعكاسات. القضيه مش هنا، القضيه اساسا ان اين اراده الشعب التونسي؟ ما حدث وتعبير عن اراده شعبيه تونسيه، مش تعبير عن صراعات محاور. لانك اخذتها في هذا المنطق كما لو كان مثلا الشيخ راشد في المحور مش عارف القطري التركي، والرئيس سعيد في المحور مش عارف الايه، طرف اخر في الصراع الاقليمي، مش تبسيط مخل في حقيقه الامر. يعني رغم ان دي في النهايه مش قوه عظمه قوي يعني للدرجه دي، بحيث الناس بيحسب نفسه على المشكله الاساسيه في صراعات المحاور
وصراعات الإقليم، أنا أمام تحولات كبيرة الآن تحدث. يعني أنا عندي انسحاب الأمريكي من أفغانستان، ودي ليه تداعيات. الانسحاب الأمريكي المحتمل من العراق، وده هيفتح من يملأ الفراغ الاستراتيجي المترتب على انسحاب القوات الأمريكية وإنهاء القواعد العسكرية الأمريكية. إسرائيل نفسها، أنا بقى الكلام الجد، إسرائيل تطرح نفسها كلاعب إقليمي قائد لبل الفراغ. أنت موقفك إيه؟ مش موقف قصة، موقف مصر وموقف القوى السياسية. من يملأ الفراغ المتوقع؟ من يستثمر في مصالحات إقليمية واسعة لتهدئة الأحوال في الإقليم وفتح باب مصالحات؟ لأن أنت أمام استنزاف للقدرات والطاقات حصل كده، فده موجود. كون أن في دايما في التحولات الكبيرة في أطراف دولية أو إقليمية بتخش وتحاول توظف الحوادث لصلاحها، طبعا ده حصل في يناير في تونس وحصل في مصر، طبعا موجود. دي قوة لها مصالح وبتحاول توظف الحوادث لصلاحها يعني. لكن تبقى الأسئلة الرئيسية، أين الخط الرئيسي؟ اللي حصل لديك التعبير عن إرادة شعبية سياسية. القضية الجوهرية، المآلات المستقبل، أستاذ عبد الله، كيف تراه في تونس؟ أنا أرى يعني إن الحيرة اللي في تونس أنا لها أن تتوقف، وهذا لن يحدث إلا بخريطة طريق واضحة. ما تبقاش عامل واضح، أنا عندي دستور وما عنديش دستور، أنا معلقه ومش عارف أنا هحكم إزاي. لا، أنا محتاج يبقى فيه وضوح، لازم فيه شرعية دستورية في الآخر. تونس مش دولة صغيرة ولا تجربة ديمقراطية بغض النظر عن كل عيوبها، لكن فأنا عايزين نصحح. دلوقتي النهضة بتتكلم عن الديمقراطية، كانت تجربتها زي الزفت، الديمقراطية ولا حاجة، لكن بتحاول إنها تتبنى الخطاب الديمقراطي. أنت مفروض تسد الثغرات. في قوى كتيرة واقفة مع قص عين، بس هي كمان قلقانة. أنا متأكد طبعا إن التيار الشعبي، حركة الشعب، قوى كتير تؤيد وتدعم، لكنها عاوزة تعرف مواضع أقدامها إيه. طبعا تماما، لن يتأتى إلى بخريطة طريق. اسمح لي أستاذ عبد الله، وتستفتي على دستور جديد. نعم، تستفتي على دستور جديد. ولو أنت عاوز تحل حركة النهضة، إذا خدت إجراءات قانونية صحيحة حلها. لكن فكرة موجودة ومش موجودة، ده وضع خلل ضخم جدا. طيب، الأفضل أن تستمر، لكن تحصلها بالإجراءات الديمقراطية. إجراءات ديمقراطية وخارطة طريق واضحة، هذا ما ينقص تونس. أستاذ عبد الباري، بقي معي دقيقة تحدث فيها عن ما تستشرف للواقع التونسي حاليا. دقيقة يا أستاذ كمان، بس بدي استشرح الوضع التونسي في دقيقة على اي يعني، الله يسامحك. دقيقة وعشر ثواني. يا أستاذ كمال، تونس تحتاج إلى فترة راحة، إن يجب الكف عن التخوين والكف عن التنابز بالألقاب. تونس تحتاج إلى أن تجتمع حول إرادة واحدة، حول صبر استراتيجي. تونس تنحرف أو تنزلق نحو هاوية خطيرة جدا، يجب أن يتكاتف الشعب التونسي حقيقة الآن. خلينا نأجل الخلافات يا أخي، لما صارت حرب الفولكلاند في بريطانيا العريقة يا أخي، صارت حالة طوارئ وصارت حالة استثنائية، وممنوع الصحافة تنتقد الحكومة ولا تحكي عن مارغريت تاتشر ولا شيء لغاية ما خلصت الحرب وبعدين تحاسبوا. خلينا إحنا الآن، تونس تحتاج إلى فترة التقاط أنفاس. يقول لك والله الرئيس سعيد مدعوم من الجيش والأمن، طب يا أخي الجيش والأمن ما هو تونسي، هو جيش أمريكي ولا أمن بريطاني ولا أمن فرنسي؟ يعني أنا متفائل جدا لتونس حقيقة، متفائل، لأن تونس فيها مجتمع مدني، لأن هذا المجتمع المدني فيها شارع حي حقيقة، فيها ديمقراطية حقيقية. فأنا أتفق مع الأستاذ السناوي بأنه يعني هاي يعني حقيقة سيكون هناك استفتاء على دستور جديد، سيكون هناك استفتاء على نظام جمهوري إن شاء الله، يعني نظام رئاسي. يعني طب ليش يعني من حق أردوغان يغير النظام الديمقراطي البرلماني إلى نظام دستوري، مش من حق أو رئاسي، يعني من برلماني إلى رئاسي، ومش من حق يعني قيس سعيد أن يحول النظام أن يفعل ذلك من برلماني إلى رئاسي. سيد عبد الباري عطوان،
انتهى الوقت فهي يعني بدنا صبر. الله يخليكم، اصبروا على هالبلد تونس. تونس يعني عملت المعجزات، والله لا يخرجوا من هذا المأزق، والله حيكون وضع تونس افضل بكثير، وهذه يعني مرحلة تصحيح للديمقراطية التونسية. استاذ عبد الباري عطوار، رئيس تحرير جريدة رأي اليوم من لندن، استاذ عبد الله السناوي الكاتب والباحث في الشؤون السياسية من القاهرة، شكرا جزيلا. مشاهدينا، تونس سؤال المصير انتهى، شكرا للمتابعة، الى اللقاء.